محمد إقبال آه، فيلسوف وشاعر إسلام عليه آه، باكم فيري كرد مهم زار بيه وتم رغلا أجد شوية خدمة قرآن آه، كدست كد كتب كد خوان نوي قرآن وادا أم قرآن بوحي بوتوها توا جوان أبي بو بو روحيته بو روحيته بس تخدمة القرآن كتو خطابك لقلتوه أن كرامة إنسان بما إنسان جورأ بە ئینسان باڵا ئەکات کە ئەم خاست پانۆ تاالە بەمعاظەتەی خۆی تۆ کە نزییکیی لە نەبوون لەگەڵت ئە دوێت و قسەت لەگەڵ ئەکات ڕێنمیت ئەکات ئەبێ ئەمانە ڕەچاو بکەین بۆ ئەوەی بتوانین قورئان بکەین بە بەهاری دڵەکان من.